الترند اللي جاي ان شاء الله الفتره الجايه وكل الناس رايحه عليه، وزي ما اتقال في السيشن ان هو 2021 94% من الابلكيشنز ات ويل بي هوستد ان كلاود. هي كانت كويسه جدا وكمبرمايزد بطريقه مش طبيعيه، و يعني كانت معظمها حاجات بيسكس بس يعني مفيده لمعظم الناس. والحاجه الاساسيه يعني ان انا عرفت شويه ناس كتير، واليو ان خير ان شاء الله تعمل سيشنز كتير اكتر افاده يعني.